الحادث كان نتيجة انقلاب سيارة هيليكس من نوع هيليكس ثنائية الدفع، كان على مثلها 24 شخص، تم مباشرة نقلهم إلى مستشفى مسعد حيث تمت لهم إسعافات الأولية، حيث تم إخلاء 12 طفل على مستوى مستشفى الجلفة، كذلك شخصين تم إخلاءهم على مستوى المستشفى العسكري أو مستشفى المختلط عفوا، واثنين مرضى متواجدين الآن على مستشفى مسعد. تم تقديم كل الإسعافات والعناية الطبية الفائقة، تم توفير كل الأطقم الطبية والشبه الطبية وهي صاهرة على رعاية صحة هؤلاء المرضى. البارح سبحان كانت فاجعة كبيرة، كل الميدسان ايتي موبيليزي، كاع لي ميدسان سو كي طون دو كي تي دو غارد سو كي نيتي با دو غارد كاع دخلوا كاع عطينا الإسعافات الأولية. دونك الخطوره كانت متفاوته، كاين دي مالاد اللي قعدوا سيرفيونس، كاين دوك دخلناهم قاعه العمليات. 11 وفاه و 13 يعني جريح، يعني جروح احنا تفاوته. اذا نقدم تعازي لكل العائلات و الله عز وجل يسكنهم فسيح الجنان ويتقبلهم قبول حسن، والصبر كل الصبر ان شاء الله لاهاليهم. عطينا تعليمات ان يبقى هذا التكفل متواصل حتى خروجهم من المستشفى، يعني الى الشفاء التام، واذا اقتضى الامر نسخر حتى كل وسائل اللي خارج الولايه ان شاء الله نتكفلوا بهذو المرضى.